بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع بعض دلوقتي توبيك الجديد معانا، هو أهم توبيك دلوقتي بالنسبة لي، اللي هو الديزاين. إزاي نعمل ديزاين وإيه الخطوات اللي أنا بتبعها دايما عشان أعمل ديزاين لأي إلمنت في الخرسانة. مبدئيا بس كده قبل ما أبدأ في الديزاين، في حاجة بس كده حابب أقولها عشان ما قلتهاش في الفيديو اللي فات، حوار الكاميرا المقلوبة. في واحد سألني بيقول لي هو أنا باشمهندس ليه أصلا أقلب الكاميرا؟ يعني الكاميرا ساقطة بالمنظر ده، أنا ليه أقلبها أصلا؟ إيه الحاجة يعني اللي تخليني أقلب الكاميرا كده يعني؟ أنا بقول لك إن الحاجات دي بتتعمل دايما لظروف معمارية، يعني سواء في واجهات او سواء في مدخل جراجات. انا دلوقتي لو عندي المبنى بتاعي كده، ادي المبنى خلاص، وادي هنا كده، ده كده مدخل جراج، في عربيات يعني هتخش هنا كده، عربيه هتخش كده وتنزل في البدروم خلاص، ده كده المبنى بتاعي. ايه رايك لو انا عملت كاميرا بالمنظر ده هنا كده، والعربيه وهي نازله تخبط فيها؟ ايه رايك؟ طبعا غير منطق. فانا اعمل ايه؟ شايف الكاميرا دي كده، بدل ما اخليها ساقطه هقلبها لفوق. يبقى انا حققت نفس المطلوب الانشائي اللي انا عايز اعمله، بس عشان برضو ما ايه، ما اخلش بالنظام المعماري اللي معمول في الواقع. تمام كده. نرجع بقى للفيديو بتاعنا بتاع الديزاين. فور ديزاين رقم واحد، انا بعمل ايه؟ بجيب حاجة اسمها اللودز. يبقى اول حاجة عشان اعمل ديزاين سواء لكاميرا سواء لعمود سواء لسقف سواء لقاعدة، لازم اعرف ايه الاحمال اصلا اللي جايه على الاليمنت ده. يبقى اول حاجه بجيب اللودز. رقم اتنين، بعد ما اجيب اللود على الحاجه بجيب لها الاسترينينج اكشنز، ودي بتعتبر في المنهج بتاعك او اي منهج خرسانه اهم واكبر خطوه. ليه؟ لو انت الخطوه دي عملتها غلط، الديزاين بتاعك بقى غلط. زي ما قلت لك كده في فيديو، في اول حاجه خالص شرحتها لك، لو عندي كاميرا سيمبل وانت جايب لي البندنج مومنت بتاعها 10 متر طن مثلا، وهي كانت المفروض 30 متر طن، انت تقريبا ما عملتش كده ديزاين، انت كده تقريبا حطيت التسليح بتاعها بالحب بقى خلاص. يعني انت خلاص لما تيجي تسلح وتعمل ديزاين والكلام ده، انت بتعمل ديزاين على 10 متر طن وهي في الواقع عليها 30، فغالبا الكاميرا دي هتقع، او مش غالبا، هي اكيد هتقع. فانت نقطه الاسترينينج اكشنز دي اهم واكبر خطوه انت بتعملها، هي كبيرة شوية وانت بتركز فيها كمان عشان ما تطلعش الارقام غلط، فهي مهمة كمان. ليه؟ عشان انت لو عملتها غلط ايه؟ هتترتب عليها ديزاين غلط. فنقطة الستريننج اكشنز هي اهم واكبر خطوة. طبعا نقطة اللود برضو مهمة، انت لو جبت اللود اصلا غلط من الاول يبقى انت اصلا ما بتعملش ديزاين، انت كده بتعمل ديزاين لحاجة تانية مش اللي انت اصلا عايز تعملها ديزاين. تالت خطوة دي الأخيرة، وأنا بعتبرها خطوة سهلة مش صعبة خالص، هي ديزاين ستيبس بقى. يعني أنت بعد ما جبت البندنج مومنت والنورمال والشير على الحاجة اللي أنت بتعمل لها ديزاين، فأنت خلاص بقى أنت بتعمل إيه؟ شوية حاجات محفوظة لكل إلمنت. يعني مثلا خطوات ديزاين الكاميرا معروفة، خطوات ديزاين العمود معروفة، خطوات ديزاين السقف معروفة. إنما أنت سواء كاميرا سواء عمود سواء اي حاجه انشائيه بتعملها ديزاين، اهم حاجه عندي تجيب ستريننج اكشن صح. طبعا انت هنا في الكليه بتجيب الستريننج اكشن ايه؟ بنفسك، يعني بترسم البندنج والنورمال والشير مانيوال. طبعا بعد كده باذن الله في الشغل بره ما بنشتغلش المانيوال ده، بنشتغل بقى بشويه برامج هدفها بس ان هي تطلع لك ستريننج اكشنز. بعد كده في برامج ثانيه كمان اتطورت، بعد ما تجيب الستريننج اكشن كمان ممكن تعمل لك ديزاين، انما انت في الكليه بتعمل حاجه ايه؟ مانيوال. طيب
انا اصلا بعمل ديزاين ليه؟ ايه هدفي من الديزاين لاي حاجه انشائيه في الخرسانه؟ هدفي بصراحه ثلاث حاجات. اول حاجه اعرف ايه دايمنشن للاليمنت بتاعي، يعني لو عندي كاميرا اعرف اجيب البي والتي بتاعتها، لو عندي سقف اجيب السيكنس بتاعه، لو عندي عمود اجيب ابعاده واجيب تسليح. طبعا دي النقطه الثانيه بقى اللي هي رينفورسمنت. يبقى اول حاجه بجيب الابعاد، رقم اتنين بجيب الايه التسليح بتاع الايه الاليمنت ده كام فاي كام، يعني مثلا اقول لك 4 فاي 16 مثلا في العمود، 3 فاي 16 مثلا في الكاميرا، مش عارف 5 فاي 10 في المتر في الايه في البلاطه، وهكذا. ده تسليح انت بتجيبه بتحسبه. بعد ما تجيب الكلام ده كارقام بترسم بقى الديزاين اليمنت اللي انت عايزه. يعني انت عملت مثلا ديزاين للكاميرا، بترسم لها بقى ايه كروس سيكشن، وبترسم لها مثلا اليفيجن، مثلا لو انت عندك سقف بترسم له بلان، وهكذا. طبعا بتوضح عليه الدايمنشن والتسليح اللي انت كنت جايبهم ايه فوق. يبقى هدف الديزاين اصلا ان انت تجيب دايمنشن وتجيب تسليح وبعدين ترسم اللي انت جبته ده. طيب كده طبعا ده كان انترودكشن كده سريعه للديزاين. نخش بقى في الايه اول حاجه بتجيبها اللي هي اللود. ايه اللود اللي عندك اصلا في حياتك هتشوفها؟ هما ثلاث حاجات مفيش غيرهم، وطبعا في حاجات ثانيه اللي هي الفايبريشن والكلام ده هتعرفها بعدين يعني، بس خلينا في الحاجات الاساسيه اللي هي الميجر عندك اللي هي الديد لود واللايف لود. اي حاجه في حياتك هتقابلها ممكن نصنفها الديد لود ولايف لود، ورقم ثلاثة اللي هي هتعرفها بعدين يعني في ثالثة ورابعة مدى ان شاء الله اللي هي الويند والسايزميك. انما الميجور عندك قوي الديد واللايف. يعني ايه بقى ديد؟ اللي هي احمال ميتة ترجمة حرفية يعني، واللايف اللي هي الاحمال الحية. بقول لك الديد لود بتندرج تحتها ثلاث حاجات، كل الاحمال اللي هي موجودة على الاليمنت بتاعك ومش هتتشال بعد كده خالص، موجوده ومش هتتشال. يعني مثلا الاون ويت بتاع الاليمنت، انا عندي كاميرا الاون ويت اللي هو الايه اللي هو الحمل بتاعها هي نتيجه الخرسانه نفسها اللي انت حاططها وزنها قد ايه، يعني هي ليها هتتشال؟ ما انت لو شلتها كانك شلت الكاميرا خالص، يعني الاون ويت دي ما عمرها ما هتتشال خلاص. يبقى الاون ويت دي بتندرج تحت الايه الديد لود. رقم اتنين الفلور كفرنج. ايه الفلور كفرنج ده بقى؟ اللي هو التشطيب. خد بالك بقى لو انا عندي سقف احط عليه شويه ايه مثلا بلاط، ولا شويه سيراميك مثلا، ولا موزايك، ولا هعمل ايبوكسي مثلا، اي حاجه، ده اسمه تشطيب خارجي اللي هو التشطيب المعماري يعني، ما هو ليه وزن طبعا لازم تاخده معاك خلاص. فده برده بيندرج تحت ايه تحت الديد لود. طيب دلوقتي لو عندك كاميرا، لو عندك كاميرا احنا قلنا الكاميرات بتشيل الحوائط، الكاميرات بتشيل الحوائط. طبعا الكلام ده في النظام اللي هو سوليد سلاب، احنا لسه ما اتكلمناش عن اي نظام عشان بس لو حد بيشوفنا مختلف عن ثانيه مدني مثلا طالع ثالثه ولا حاجه فهم في انظمه ثانيه يا باشمهندس، الكلام ده لثانيه مدني. طيب ففي نظام السوليد سلاب اللي هو تحت كل حيطه بنحط كاميرا، فبقول لك ان الحيطه بتتشال بالكاميرات، الكاميرا تشيل الحيطان، فالويت اوف وولز دي برده بتندرج تحت ايه؟ تحت الديد لود. رقم اتنين اللي هو اللايف لود اللي هو الحمل الحي، بقول لك اني دايناميك لود، حاطط لك كلام عام لان طبعا اي دايناميك لود هو بيعتبر لايف لود. يعني الشخصيات احنا الناس كده ده لايف لود، احنا بنتحرك احنا ما بنقفش في مكان ثابت، طبعا احنا كل شويه بنتحرك من مكان للتاني فده لايف لود. طيب المكن، لو في مكنه مثلا حطيناها في مكان معين بتصدر فايبريشنز وبعدين كل شويه مثلا نحركها من مكانها ولا حاجه، ما هي دي لايف لود خلاص. بعد كده بقى في ثالثه ورابعه ان شاء الله هتدرس حاجه اسمها الويند والسايزميك. الويند اللي هو بقى ايه حمل الرياح اللي جاي على المبنى ممكن يحركه، والسايزميك طبعا اللي هو الزلازل، زلازل ممكن تحرك المبنى برضه متوقعه فلازم ندرسه. طيب حاجه لازم تحفظها من دلوقتي لغايه ما تتخرج وبعد ما تتخرج، كثافه الخرسانه المسلحه. كثافه دلوقتي بقى تعرف تقول ان هي اسمها جاما، انسى بقى فكره الرو دي بتاعت ثانوي، الرول اللي هي كنت بنقول عليها في ثانوي دي انساها بقى دلوقتي، كثافه من المظله برمز الجاما اللي هي العلامه دي خلاص، اللي هي العلامه الحمراء دي الجاما دي، دي جاما سي طبعا يعني ايه كونكريت، فجاما سي اللي هي جاما كونكريت يعني احفظها بقى ان هي ب 25 كيلو نيوتن بير متر كيوب. طبعا لو انا عايز احول من كيلو نيوتن على المتر مكعب مثلا لطن على المتر مكعب فهتقول ان هي 2.5 خلاص، فالرقم ده ثابت باليونت ده، انما هي مش دايما 25، هي ممكن تكون 2.5
طن على المتر المكعب، ممكن تكون حاجه تانية رقم تاني خلاص. فما تحفظش الرقم الا باليونت بتاعه، خد بالك ده اول درس شرحناه. طيب نخش بقى في تفصيله اللودز بتاعتك على الاليمنتس. اول حاجه اللودز على البيم. دلوقتي فاكر في الاستراكشر لما كنت بشرح لك بقول لك انا عندي كاميرا مثلا سيمبل من المنظر ده عليها دبليو مثلا كيلو نيوتن بالمتر ران او طن بالمتر ران. طيب هو يعني ايه بقى متر ران؟ قلنا ان المتر ران ده اللي هو المتر الطولي، يعني خدت كده متر من الكاميرا وبدرس عليه وبجيب اللود وبعد كده مشيه على الاسبان كله. طيب دائما وابدا دائما وابدا اللود اللي هو جاي على الكاميرا بيبقى كذا حاجه مع بعض مجموعين. ايه هما بقى؟ اول حاجه الاون ويت. اول حاجه الاون ويت، الكاميرا دي ليها اون ويت. طب الاون ويت يعني ايه اون ويت؟ الاون ويت ده بيجي من وزن الخرسانه ووزن الحديد اللي جوه في الكاميرا. فالاون ويت ده، الاون ويت ده اللي هو ايه؟ وزن الكاميرا نفسه، وزن الكاميرا نفسه. طيب زائد الويت اوف ذا وول، مش احنا قلنا ان الكاميرا هي مثلا بيبقى دايما فوقها ايه؟ شايله حيطه، فبنحسب وزن الحيطه دي وتبقى دي مجموعه على الاون ويت. ايه كمان؟ الويت فروم ذا سلاب. احنا مش قلنا اصلا ان الكاميرا دي احنا حاطينها عشان تشيل السقف، صح كده ولا ايه؟ طيب ادي السقف اهو متحوط مثلا باربع كاميرات، فاحنا هنشوف بقى الكاميرا دي شايله قد ايه حمل من السقف. شوف الكلمه شايله قد ايه حمل من السقف، ده اسمه لود ديستريبيوشن اوف سلابس. اللود ديستريبيوشن ده موضوع كبير جدا هنخش له ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، ده موضوع هياخد مننا وقت شويه ولو فهمناه يبقى احنا كده فهمنا معظم الشغل بتاعنا. طيب اللود ديستريبيوشن اللي هو الكاميرات شايله قد ايه من حمل السقف، زائد اخر حاجه اني اكسترنال لود، اي حمل خارجي بقى جاي على الكاميرا، سواء ايه؟ سواء جاي من كاميرا ثانيه، سواء جاي من اي حاجه، المهم ان هو الاربع حاجات دول مع بعض كده لما تجمعهم يجيب لك الدبليو اللي هو بتحطها في الاخر على الكاميرا ديستريبيوتد كده بالمنظر ده. تمام؟ طيب جميل. اول حاجه نشرحها اللي هي الاون ويت. ادي شكل الكاميرا عندي. احنا دايما بنشتغل على متر من الاليمنت بتاعنا. سواء بقى حيطه، سواء كاميرا، سواء بلاطه، احنا بنشتغل على متر منه. بناخد متر ونشتغل عليه وفي الاخر نضرب بقى في الاسبان سواء كان لكاميرا وسواء كان لايه؟ لبلاطه. طيب دلوقتي انا عندي الكاميرا بالمنظر ده. طبعا هي شكل ايه؟ واخده شكل ايه كده؟ واخده شكل تي سيكشن صح؟ تي اهي، ليه تي؟ ادي سقف اهو، طبعا انا قاطع السقف من ناحيتين وادي الكاميرا ساقطه بالمنظر ده. طيب البي ده اللي بيرمز لايه؟ لعرض الكاميرا. بعد كده التي اللي هو التي كابيتال ده اللي هو التي كله من وش البلاطه لغايه ايه؟ لغايه اخر نقطه في الكاميرا، ده التي كله. ده التي اس ده اللي هو ايه؟ سمك البلاطه. وبعد كده سمك الكاميرا كام بقى؟ اللي هو تي ناقص تي اس. طيب الاون ويت هو ايه؟ الاون ويت ده زي ما قلت لك اللي هو وزن، هو مش الوزن ده دايما بيساوي الفوليوم في الدينستي؟ الفوليوم في الدينستي حجم في كثافه بيديك الوزن؟ اه طبعا الكلام ده احنا كنا واخدينه في فيزياء بتاعت ثالثه ثانوي. طيب جميل، الفوليوم ده عباره عن ايه؟ اللي هو ايه؟ الحجم. بقول لك ان هو البي في التي بتاعت الكاميرا في ايه؟ في متر. ما هو الفوليوم دايما ايه؟ بتاع المستطيل ثلاث حاجات، عرض في طول في ارتفاع. طيب ادي العرض اللي هو البي، والطول قلنا الطول اللي جوه بناخده متر. انا عارف ان الاسبان بتاع الكاميرا هو اسبان معين، بس انا مش هشتغل على الاسبان كله، هشتغل على المتر وبعدين اضرب في الاسبان بعد كده عشان اوحد ايه؟ اوحد شغلي بس. لان انا قلت لك الدبليو دي بنشتغل عليها اللي هي ايه؟ كيلو نيوتن ده مثلا على متر رن، فالمتر رن ده اللي هو الايه؟ المتر الطولي من الاليمنت او من الكاميرا، فعشان كده بنشتغل ايه؟ على متر. طيب ففوليوم ده بيساوي ايه؟ بيساوي البي في ايه؟ في التي بتاع الكاميرا في متر. خلاص فاكس بقى ايه؟ شيل المتر دي خلاص كده، فهي ايه؟ بي في تي وخلاص. إيه ما تنساش ان الدنس اللي هي ايه؟ الجاما. طيب في عندي طريقتين عشان احسب الفوليوم، في طريقه اكيوريت، في طريقه كده اكيوريت، في طريقه ايه؟ بنسهل علينا كده ايه؟ الشغل بتاعنا. لو احنا عايزين نخلص بنضرب البي والتي وخلاص في بعض. التي اللي هي كلها، ما بنطرحش منها التي اس. بس بصراحه اللي هي التي الدقيقه اللي هي التي ماينس تي اس. ما احنا قلنا سمك الكاميرا، سمك الكاميرا هو التي كلها
واطرح منها سمك الايه البلاط. بس للتسهيل بناخدها على طول ايه بي في تي. عايز تشتغل طبعا بي في تي ناقص تي اس وبعدين اضربها في جاما سي طبعا. ده يا ريت يا ريت تعمل كده، هو حاجه سهله مش صعب. وطبعا الدكاتره بياخدوا بالهم قوي ان انت اشتغلت الشغل ده ان هو بي في تي ناقص تي اس. بالمناسبه الدكاتره دايما بيشتغلوها بي في تي ناقص تي اس. فانت لو عايز تسال على نفسك مش هتفرق، الارقام مش هتفرق قوي معاك. تمام. بعد كده الويت اوف ذا وول، الويت اوف ذا وول. دلوقتي انا عندي الكاميرا اللي قلت لك شايله حيطه، فبقول لك ان هي برده هي وزن. الويت ده دايما هو وزن، فهو فوليوم في دينستي. طب الفوليوم بتاعك هو ايه؟ طول في عرض في ارتفاع. وقلنا الطول اللي جوه دايما بناخده ايه؟ بناخده متر. والعرض اللي هو ايه؟ اللي هو البي. فبي في ارتفاع الحيطه اتش وول. طيب هو اتش وول هنا هي الاتش فلور كله ولا الاتش وول بس؟ ايه الاتش فلور ده يا باشمهندس؟ الاتش فلور ده اللي هو ارتفاع الدور. يعني يقول لك ارتفاع الدور 3 متر مثلا، 3 متر ونص مثلا. طب ارتفاع الدور ده دايما بيتقاس منين لفين؟ من وش، من وش البلاطه لوش البلاطه، او من بطن البلاطه لبطن البلاطه، او من قاع الكاميرا لقاع الكاميرا، وهكذا. يعني دايما الاتش فلور بتتقاس زي ما قلت لك كده. طيب التي بتاع الكاميرا ايه اللي هو التي ده؟ يبقى الحيطه بقى هي ايه؟ هي اتش فلور ماينس التي دي اللي هي التي بتاعت من وش الكاميرا او من هنا من اخر الكاميرا لغايه وش البلاطه. يبقى دي اتش ايه؟ اتش وول. يبقى بي في اتش وول في متر في جاما وول. طيب كويس، خد بالك هو انا لو عندي البلاطه بتاعتي او السقف بتاعك مديها لك ان هي روف. يعني ايه روف؟ يعني سطح، يعني اخر دور خالص بتشوفه في المبنى اللي هو ما فيهوش حد، يعني دور السطح. هل ده بيبقى فيه حوائط؟ يعني هتلاقي فيه حوائط كده فوق الكمر؟ لا طبعا. فلذلك لو انا مديها لك ان هي ان انا البلاطه بتاعتي او السقف بتاعي ده روف، مش هتحط اصلا في اعتبارك الويت اوف ذا وول. مفيش ويت اصلا للوول، مفيش حوائط فوق الكمر. تمام؟ فخد بالك من النقطه دي. بعد كده الويت فروم ذا سلاب هنشتغل عليها دلوقتي قدام شويه، اللي هو اللود ديستريبيوشن بتاع السلاب زائد اني اكسترنال لود. لو كان مثلا كاميرا متشاله على كاميرا زي ما قلت لك في احد الفيديوهات السابقه، لو عندي كاميرا بترمي حملها على كاميرا، فالرياكشن بنرميه او بنقلمه على بنقلبه على الايه؟ على الكاميرا اللي شايله. هنخش دلوقتي رقم اثنين، الاحمال بتاعه السلاب. وتحفظ بقى الجمله دي، اللود بتاعه السلاب بيبقى اسمه دبليو اس، دبليو سلاب. يعني الدبليو سلاب لو انا رسمت لك كده رسمه 3 دي بالمنظر ده وخدت متر في متر بس من البلاطه، خد بالك اهو بص، متر في متر بس من البلاطه، ما خدتش البلاطه كلها، متر في متر بس واشتغل عليه. ان قلنا عندنا كام نوع من الاحمال؟ ديد لود ولايف لود ويندو سايزميك. قلنا الويندو والسايزميك هننساهم دلوقتي ونشتغل على ايه؟ النوعين بس الميجور اللي هو الديد واللايف. طيب قلنا الديد بيندرج تحتيه ايه؟ اون ويت وي فلور كفرنج واحمال الحوائط. وقلنا اللايف لود اي حاجه بتتحرك، اي حاجه بتتحرك دايما بيبقى اللايف لود في الغالب، يعني بيبقى احنا الناس يعني. طيب فانا بقول لك اهو اللايف لود من المزله كده على طول باختصار ال 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 دوت ال دوت كده لايف لود. والفلور كفر اللي هو الاف سي ده اف دوت سي دوت. ده كده ايه اختصارات خلاص دي بقى تبقى عارفها من دلوقتي. والاون ويت بنختصرها بايه؟ بO دوت دبليو دوت كده اون ويت. تمام ماشي. ايه المنظر اللي انت اللي انا رسمه ده بقى؟ شايف المستطيل ده متهشر ايه؟ خطوط 45 كده. ده كده تهشير خرسانه ايه؟ مسلح. يبقى كده ده التي اس. طيب ايه اللي فوقيه ده؟ اللي فوقيه ده اللي هو الرمل والاسمنت اللي هو المونه اللي انا بعملها عشان احط فوقيها الايه؟ السيراميك. هو الراجل لما بيجي يعمل السيراميك بيعمل ايه؟ بيفرش الاول مونه اللي هو عباره عن ايه؟ رمل واسمنت فوق الخرسانه المسلحه، وبعد كده يحط الايه؟ السيراميك بتاعه. صح كده؟ فده كده الاثنين على بعض بيساوي ايه؟ الفلور كفر. هو ده التشطيب، وزن التشطيب. طيب انا بقول لك ان ال دبليو اس بيساوي ديد زائد لايف، ديد زائد لايف. احنا قلنا بقى الديد اللي هو عباره عن ايه؟ ثلاث حاجات، اون ويت وفلور كفر وايه؟ ووزن الحوائط. بس خد بالك هو احنا هنا السقف بيشيل حوائط ولا احنا قلنا البيم اللي هي الكاميرات هي بس اللي بتشيل حوائط؟ تمام. يبقى الديد هنا عباره عن ايه؟ اون ويت السلاب زائد الفلور كفر بس، زائد في الاخر اللايف لود. الاون ويت
بتاع السلاب اللي هي تي اس، اللي هي تي اس في متر في متر، ده فوليوم، فوليوم في دينستي، يبقى هو ايه؟ عرض في طول في ارتفاع. احنا قلنا اصلا واخدين كام في كام في من السلابه، خدنا متر في متر بس من البلاطه، متر في متر من البلاطه في تي اس، يبقى تي اس جاما سي زائد فلور كفر زائد لايف لود. خد بالك بقى دايما اللايف لود يا اما يكون مديهولك، يا اما انت بتجيبه من كود الاحمال، بتخش تجيبه من كود الاحمال، يا اما ايه يكون معطى. يبقى لو معطى بيقول لك ايه لايف لود مثلا بيساوي 2 كيلو نيوتن على المتر المربع، ده غالبا ايه في البيوت السكنيه يعني. طب انت لو عايز تحول من كيلو نيوتن على المتر المربع لطن على المتر المربع يبقى كام؟ يبقى 0.2. طيب كويس، الفلور كفر في الغالب بيبقى 1.5 كيلو نيوتن على المتر المربع برضه في البيوت السكنيه، لو عايز تحوله طن على المتر المربع يبقى 0.15. كويس، طب التي اس بقى غالبا بيبقى جيفن، وممكن برضه تحسبه انت في بعض الاحيان. طيب كويس، بعد كده اكزامبل كده سريع بيوضح لك ازاي الكاميرا بتشيل الاحمال. ادي دلوقتي نفس المثال بتاعنا، ادي سقف بتحوط بكام الكاميرا اهي، وكاميرا، وادي ثلاث كاميرات اهم، واحنا قلنا ما دام الكاميرا كده فاصله بين سقفين فممكن التي اس دي تبقى مختلف عن التي اس دي، وممكن يبقى برضه بيساوي بعض. طيب نمسك كده كاميرا، الكاميرا دي الطويله دي، نجيب بس القلم كده عشان نشاور بيه. الكاميرا اللي هي دي كاميرا شايله ولا متشاله؟ طب الاول بس الكاميرا دي متحمله ازاي؟ الكاميرا دي في الاخر هي سيمبل. طب هي السبورت بتاعها ده كاميرات ولا عمدان؟ انت شايف ايه؟ ادي عمود اهو وعمود اهو، خلاص يبقى السبورت بتاعها عمدان، يبقى الكاميرا دي خلاص. طيب الكاميرا دي عامله كده صح ولا ايه؟ ها السبورت بتاعها عمدان ولا كاميرات؟ انت شايف ايه؟ ادي عمود اهو ادي عمود اهو، خلاص يبقى عمدان. طيب الكاميرا دي زيها بالظبط، طب الكاميرا دي ما هي دي زي دي بالظبط، يبقى دي زي دي، خلاص ماشي. طب الكاميرا دي بقى، الكاميرا دي لو جيت ترسمها هتلاقيها برضو ايه؟ هتلاقيها سيمبل بالمنظر ده. طب يا باشمهندس السبورت ده عمود ولا كاميرا؟ ها انت شايف ايه بقى هنا؟ متحمله ازاي؟ متحمله على كاميرا زيها. فهي دي فكره الكاميرا المتشاله والكاميرا اللي شايله اللي انا كنت بشرحها في الفيديوهات اللي فاتت. طيب خلينا نعرف الاحمال بقى اللي على الكاميرات دي. نمسك الكاميرا دي مثلا اللي هي المتشاله الاول، الكاميرا دي سيمبل. ال W بتاعها بكام؟ او نحسبه ازاي؟ اولا هو اون ويت البيم دي زائد حمل جاي من البلاطه. هنعرف ازاي نحسب الحمل ده قدام في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، اللي هو لود فروم سلاب، هنعرف نحسبه ازاي دلوقتي او في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وبعد كده في حمل اللي هو حمل الحيطه، واحنا عرفنا خلاص ازاي نحسبه، يبقى ال W اللي هنا عرفنا نحسبه خلاص. بعد كده بعد ما خلاص تعرف تجيب الدبليو ده اكيد تعرف تجيب الرياكشنز بقى، خلاص ده شغل بقى ايه ستراكشر اهو. الرياكشن ده بيترمي هنا والرياكشن ده يترمي هنا، تمام. طب هي الكاميرا اللي شايله خلاص عليها الكونسنتريت لود بس ولا ايه؟ لا طبعا، الكاميرا اللي شايله الاخر عليها دبليو ديستريبيوتد لود، بيساوي كام؟ بيساوي الاون ويت بتاع الكاميرا الكبيره دي زائد شويه احمال جايه من البلاطه زائد شويه احمال جايه من الايه؟ من الوولز، تمام. طبعا الكلام ده مثال بس من غير ارقام، في الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله هشرح لكم فيديو، هشرح لكم مثال كده سريع يوضح لكم الاحمال بتتحسب ازاي بارقام بقى، تمام. المره الجايه ان شاء الله عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو ده هنكمل مع بعض الايه ازاي نعمل بقى لود ديستريبيوشن وازاي نجيب الحمل فروم سلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.